فكرة جات لي من 3 سنين، حبيت ان انا عايزة افرح اصحابي بطريقتي، فنزلت عملت اجواء المسحراتي، لان احنا عارفين كلنا ان احنا بنفتقد اجواء المسحراتي كمسيحيين وكمسلمين، بنفتقد الاجواء دي. فاستلفت الجلابية واستلفت الطبلة ونزلت، كنت بعدي على بيوت اصحابي وكنت بنادي عليهم باساميهم وبسحرهم. تاني سنة هما اللي اقترحوا عليا، يا كاتي عايزة تعملي ايه؟ وعايزينك ان انت تنزلي تسحري برضو تاني وبتاع، وكانوا مبسوطين جدا بالاجواء اللي انا كنت عاملاها. فنزلت تاني سنة، بس الفكرة اختلفت شوية في ان انا عملت سحور، واقترحت الفكرة على مستر علي عايش.